المتعازي ديالنا اللاعب ودنا الاميرات عبد الغفور في الوفاه ديال الوالد ديالو. باش نهضر على المقابله، اولا كنشكر اللاعبين على المجهودات اللي قاموا بها. كنعرف كنظن بان المقابله كما شفتوا كانت صعيبه، لانه كنلعبوا مع فريق اللي من احسن الفرق على مستوى الدوري. كنعرفوا بان فريق الرجاء البيضاوي اللي حاول يضغط علينا وما خليناش نخرجوا، فلهذا حاولنا نستغلوا لي زيسباس اللي داير لودو ديالو. لا رياكسيون كانت مزيانه، لانه بعد ما تبدلنا الاهداف قبل حنا في الماتش سجلنا جوج ديال الاهداف. كنا عارفين بان المقابله كيف ما قلت غتكون صعيبه. اللاعبين اداو ليها اليوم، عندنا بزاف ديال لي جوار اون مونك دو كومبيتيسيون. عندنا اللاعب لاميرات اللي كيتقرب من كلاس ميتريس اليوم اللي غاب لينا. كان عندنا بزاف ديال التغيير ديال الغيابات اللي قدرات اللي خلات الماتش يكون اوترومون. فلهذا فكنظن بانه كينتظرنا عمل كبير، لانه جوست الله حدا 7 ولا 8 ديال ليسونس اللي خدمنا مع اللاعبين. فلا ريسيبسيون لا بيرسيبسيون الحمد لله كانت كنظن بانه اللاعبين قدموا اللي عليهم، اللاعبين اللي خرجوا هما قدموا اللي عليهم. انا فخور باللاعبين ديالنا، عندنا بزاف ديال الامور خاصنا نصلحوها وبزاف ديال الامور خاصنا نشتغلوا عليها. البطوله باقا طويله، كاين الماتشات. فكنظن بانه ملي كتلعب مع فريق اللي كاين طونكو باغي تلعب انت المراتب الاولى، فكنظن بانه ملي كيكون خصم اللي هو بحال الرجاء، فكنظن بانه نقطه مزيانه لينا ومزيانه لهم، لانه باش ما يكونش سيت ماتش 6 بوان، لانه الا ربحتي كتفوتو ولا خسرتي كطيح. فلهذا فكنظن بانه النتيجه كانت عادله. كنتمنى ان شاء الله باذن الله نتوفقوا في المقابلات اللي جايه. وكنشكر المسؤولين ديال اولمبيك اسيا على الثقه ديالهم، والجماهير كنقول لها ان شاء الله باذن الله، لانه غتكون ان شاء الله باذن الله فريق في المستوى، لانه غنخدموا على بزاف ديال الحويجات وغنكون ان شاء الله باذن الله نحققوا نتائج ايجابيه اللي تكون ترضينا وترضي الجمهور ديالنا، لان الجمهور ديالنا ما كيرضاش الا بحال الا بمرتبه متقدمه. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور، منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS، نربحوا الرياضة.